شادينا، خلينا نروح دلوقتي ونتابع مع حضراتكم أهم الأخبار المقرر حدوثها النهاردة بإذن الله، هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة. النهاردة تنطلق فعاليات ملتقى بنات مصر بمشاركة وفود عربية وإفريقية لدعم تصدير المقاولات والعقار المصري لدول الإقليم. الملتقى يشهد حضور وزاري موسع وكبار القيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتنمية المستدامة والتطوير العقاري والتمويل. وبيشهد الملتقى استعراض تجربة مصر في التنمية العمرانية والحضرية الممثلة في مدن الجيل الرابع والبنية التحتية المتطورة والمجتمعات الحديثة. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الخامسة من عمر المسابقة، هيلتقي برايتون مع نوتنغهام فورست في تمام الساعة الرابعة، وفي الساعة 6:30 مساء هيلتقي أرسنال مع مانشستر سيتي. النهاردة كمان لعشاء الكرة الإسبانية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة من عمر المسابقة، هيلتقي ختافي مع ليغانيس في تمام الساعة 3 عصرا، وفي 5:15 هيلتقي أتلتيك بلباو مع سيلتا فيجو، وفي تمام 7:30 مساء هيلتقي فياريال مع برشلونة، وفي 10:00 ليلا هيلتقي أتلتيكو مدريد مع ريو فالي كانوا.